السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فيكم في الحلقة هاي من فاكتوريو الحرب والكمباكت وسلسلة وثانكيو على متابعة السلسلة. الحين بس بسوي سمنتر صغيرون عساس ان نبدأ انتاج شوية شغلات حق منو ننتج شوية سامان حق على طول جهاز عساس نقدر نبني اوتوميتد. خلاص احنا يوم بسوي البلو انسيرترز نحن كل هدفنا اوتوميشن هنا اوتوميشن. خلاص ان نحن كافراد ما نسوي شيء كلها روبوتات. نحن نخطط وغيرنا يبني. هاي الخطة الحالية عندي. شو بسوي انا اصلا؟ انا ما عندي بيلتس ولا باسيري بيلتس ولا اقول بالعكس. بسوي من سملتر هني سملتر صغيرون مش سملتر فول سكيل. اوكي وبني بلا فحم من هني شكله او من هني. في عنا فحم ارم اشل هذا من هني. اوكي اسوي لي اندر جراوند كم واحد اسوي هني نجيب سبلتر. هل السبلتر هذا راح نفسية؟ اللي يلعب بدون سبلتر خاطري بس يخبرني كيف يلعب بلي سبلتر. بس يقول لي ايه الاوتو سيف ما داني اكترى. اوكي نزي الحين بسوي الانسيرترز ومنو لحظة خلنا ما في كهرباء هني صح؟ أبغى أسوي الانسيرترز وال لحظة هذا بياخذ من هني الفيد ماله ما بوايد خط في الوسط. ما بقعد انا اسوي الانسيرترز وغيره. الانسيرترز وغيره انا ما بسويهم الصراحة. ابغى احطي كل شيء وكل شيء هنا بالساهل. فابغى احطي البلانز اللي كنا نشتغل عليهم في ال... ترى نفس البلانز اللي عندكم ترى يستوي لها سيف عادي يعني. يعني اذا حطيتوا بلان مهما يفرق عدد الاقيام اللي تبدونه في النهاية النتيجة واحدة. لازم عندك الشفت بعدين كليك. انزين هذا الكوبر بليت يبالنا. انا طورت بطور رصاص مرة ثانية. وايد هديت مسافة الصراحة وايد مسافة بس مش مشكلة عادي. اوكي حطي عمودين كهربا. انزين وليتات طبعا. هذا العيون الانسيرترز والبلو ريسيرز. الحين نحن بنسوي الانسيرتر نفسه اوتوماتيك. بنشيل الستيل من هني حط سبلتر بغير دربه. زين لانه شو يبغانا عملت الكهرباء الحين سوري اسوي شيء عملت الكهرباء عقب بحطي منه الانسيرترز على اساس ان هاي الاعمده خلاص بكون معتمده معظم الوقت الحين عندنا. خلاص عملنا الكهرباء الجديده واوفر هيد حق مسافات طويله. بس لحظه شو المشكله هني؟ واو ابو كل ابو زعلانين مني. هاي من الخاطر ابغى احط ليزر تورت بس محتاج بحث علمي العسكري. بسوي البحث العلمي العسكري قريب. بستعيل فيها المره على فكره بستعيل فيها. المره الماضيه ما كنا محتاجينه فعليا بس المره يعني محتاجينه بشكل صراحه خرافي خرافي. ان هذا ما سويناه راح اتوهق. انزين ونبا هني هاي تكون طريقة هاي وهاي طريقة هاي. انزين وبنيت لان
هذا يحتاج ايتمين بس ما بسوي الغالي بسوي من هاي بس خلونا نسرق الكترونيك سيركت من الخط كالعادة كله شغل سرقة من بحث العلم لازم اطرش هني ترى على فكرة فلازم احسب حساب هالشيء شوي بيكون كومبلكس في مكان قدامه نقدر نطرش عادي ما محتاج هذا كله انا بس اسوي واحد اثنين اتمنى المسافة صحيحة واحد اثنين ثلاثة هي المسافة صحيحة وبانسيرتر يدخل يطلع يعني حق النتورك ما اعرف كم كهرباء بحتاج يعني كم كهرباء بحتاج خشب حق هذا لا ما احتاج ستيل وسلاك وخلاص عم نسويه نيكو بي بيست ونحط الأعمدة اللي أصلا ما عندي إياها أنا في جيبي ما أدري من متى ما أحطهم في الكاركتر مالي أصلا إنزين نقبل هذا خليه أنت تجيب رأيه الحين بنحاول على إنسيرتر إنسيرتر يبقى شوي سامان أكثر يعني يبقى السامان اللي هني والله سامان اللي هني موجود إنسيرتر عندنا بس أنا بالفاست إنسيرتر مشكلة الفاست إنسيرتر بالإنسيرتر أنا بنعيد هالعملية مكان ثاني مثلا هني أوكي بالإضافة إلى آيرون بليت والإلكترونيك سيركت الثاني يعني أفضل طريقة أنا أشوفها اللي هي نحن شو اللي نتاج هذا الخط نعقصه بالثاني أبو بلو انسيرت المشكلة ليش ما أشل من هذا مزين نفسه هذا أشله الحين أحطي أندر جراوند بيلت أوكي بعدين بتفاهم إنتاج يكفي ما يكفي بعدين بشوف مزين أندر جراوند بيلت موجود هنا عندي أوكي أطلع الأندر جراوند بيلت من بسيطة ما يشتري أندر جراوند بيلت خلنا نسير يبلي لحظة محتاج بلتس الحين محتاج بلتس زين في عندنا هجوم مستمر علينا بقى لازم نطور شوي اسرع زين نحط هذا هني ونيب اندر جراوند بلت ونيب وين حد هني مو مشكله زين ونيب اندر جراوند هني نطلع هذا وين هني ونيب لا لين عنده شو بليت والكترونيك سيركت اللي هو وايد بسيط النيب هني او اندر جراوند بلت هني نطلع من بشيل هذا في احد بينقطع عنا كهربا لا اوكي نجيب حبه هنا اوكي بعدين نطلع اندر جراوند بيلت هني لين هني طبعا بيكون ما يخصه في الموضوع يطلع على يم وهذا هني ابى فلتر انسيرتر واحد نشيل الالكترونيك سيركت من هني لين الصوب الثاني اسميها الالكترونيك سيركت الخط هذا انا كدنا كد زين انا بحط انتاجه هني بس هني ما بزيد المسافة لكن وين بواجه مشكلة في الايرون بليت مش انه ما عندي ايرون بليت عندي ايرون بليت وايد موجود لكن موجود لكن تعال متخط موجود لكن يبون لنا متخط من مكان استراتيجي خلني احطه هني لحظة wait 2 3 انزين وبنحطي لن whatever هاي انزين
فيلم كفاية أصلا. زين حطي أندر جراوند بلت هني أجيبهم. زين فرنين هاي اللي يسدونه بزيادة. أوكي هذا بنقصه بنحط سبليتر وبنجيبه وين سبليتر بنجيب الخط من هنا ليه هنا بنجيب هذا هنا بنجيب هذا وين هنا حلو وبنحط خطوط كهرباء جديدة انزين وهاي اللي بينتجوا لنا ايرون بليت حق انسيرتر ترى بس ما اظن يحتاج اي شيء اكثر اصلا نجيب انسيرترز هني زين ما اعرف كيف ارسم الحين بس هاي المشكلة الوحيدة لا بسيطة عادي نجيب هذا هني هذا هني هذا هني هذا هني صح ونجيبه بالطريقة هاي تركزوا معي لأن هاي الشغلة شوي كئيبة ترى نبى واحد هذا لازم ننتجهم أصلا نحن بعد على فترة قريبا هاي نحن لازم ننتج منهم نبى صح نسرترز مالي وين هذا بينتج لنا بما يكفي حق الانسيرترز و خلنا ناخذ نسرق مهني ايرون بريت لحظة ما بفهم خلنا نجيب مهني زين هلا فران تكفي زيادة اصلا اللي عندنا ما نبى اكثر ونبى نبى شي ثاني لا سيب بسوي هذا خلاص بسوي هذا واحد وان نفس هذاك الترتيب ونسوي لنا لونج انسيرترز اوكي ان اديشن تو نورمال انسيرترز انزين نورمال انسيرترز ونبى كهرباء هني كهرباء هني خلنا نحط لنا كهرباء زينة مكان زين هاي بتوصل هني هاي بتوصل هني وهاي شو بيسوي لنا بيسوي لنا فاست انسيرترز ونبى لوجيستيك تشيست في الوسط ونبى مكان مع اللوجيستيك تشيست تعبين اللوجيستيك تشيست بميتين شو انسيرتر ات تايم زين ونبى لوجيستيك تيست هني اللي هو راح يعبي لنا منو هاي سوينا ربط بورت هني مش في اللوجيستيك تشين نحن طبعا انا برا اللوجيستيك تشين بحط واحد هني حق اللوجيستيك تشين زين شو موضوعنا هاي ليش زعلانين اوكي زعلانين ان يا صديقي انا ما حطيت لهم شو انسيرترز تعالي يودوا اللي عندي خلاص اخر حبه كانت عندي شلوها اصلا ما بدي انتج على فكره لاني حطيته غلط زين الحين بدي انتج وهاي الحين ندخلهم في اللوجيستيك تشين عندك كهرباء لا نبى عندنا كهرباء نبى عمود كهرباء خلينا نشتري 50 حبة لما بحطني مش قادر احطي كل لازم ترين نحطه ليش ما يستوي انزين هذا بعد موقف 200 حبة يود هاي المباهنة ناكل هاي ما شوفين انزين
هذا انتاج الانسيرترز بروحه شغلات، يعني شغله شغلانه، يعني اصلا شغلانه. الحين بنبي ننتج صديقنا هذا، لكن هذا راح يكون عبارة عن مصنع طيب. ها بروح راح يكون مصنع، لأنه بنحتاج ننتجهم أصلا في كل الأحوال. انزين بنشيل ايرون جير مهني، هذا لازم انتاج حق لوازم البناء، لازم لابد منه هاي. شو سالفة الفحم؟ اوكي عاد اصلا، لان اصلا ما بدي احتاج اي شيء هنا يعني. انزين ما تفرق وياي. انزين نبغى ننتج شو؟ هاي يبغى الالكترونيك سيركت. حلو الالكترونيك سيركت، خلنا اريح راسي لحظة. انزين عندي الالكترونيك سيركت، مش هنا، مش هذين، هاي اللي كانوا، لا بعد مش هذا، هذا الكبير، هذا اللي سويناه قبل، هذا الجرين سيركت صغيرون. انزين بيقول ما جرين سيركت وين؟ هني. اوكي حد مسافة كافية عشان نسوي جرين سيركت. اظن البترول عندي اوريدي في اللعبة، لا بعده قاعد ينتج. مساكين والله ينتجون الصراحة، خلهم ينتجون. غاز تحت حطيته، اوخ انا حاطه من هني موصلنا، ما عليه مشكلة. انزين الحين شو ابغى؟ عندي رصاص شيء من دفاعات وايد مهمة الحين، وايد خلنا نسوي لنا تراك حق قطار، ممكن نسوي درب قطار محمي شيء ما تعرفون. انزين الحين بنتج كم واحدة من هاي؟ واحد، كلها العاديات، هاي كلها العاديات، بس بصير يرسل لي كمية طيبة من الالكترونيك سيركت. الحين قام يستهلك ترى على فكرة، بس كله راح يوقف عادي لانه هذا من يفول خلاص، مش قضية يعني، من يفول خلاص اموره طيبة. انزين ما ابغى تسوي لي زحمة في الشنطة اصلا. نبغى بليت، اوكي نبغى نسوي عندنا 3 4 5 6 7 8 9 10 عشوائي، اوكي 15 وحدة يمكن، ما اعرف شيء من هالقبيل. انها اصلا بعد بنحتاج ننتجه، كل شيء بنحتاج ننتجه، بس هذا الخايس محتاج شو؟ الكترونيك سيركت. الكترونيك سيركت شو محتاج؟ كبر شو هذا، فبسوي مكان حق انتاج الالكترونيك سيركت جاهز وخلاص، اريح راسي. نبغى كم من سبلتر؟ سبلتر شيء اساسي خلاص، سيستم خلينا ننتج سبلتر تحت. هاي لوازم البناء، هاي شغلات مهمة ترى، وايد مهمة الشغلات هاي. سبلتر شو يبغى له؟ الكترونيك سيركت بعد. لا بسوي هناك فوق الاسبريتر، بسوي فوق بعد الالكترونيك سيركت. عارف تبون كهرباء، عارف، بس هذا المفروض قام ينتج خلاص. صحيح ينتج، اوكي ممتاز. مخططات الإداد اكثرها بيعتمد على شو اسمه، اول شيء بنحطي الخمال الكبر شو ليت. اوكي حلو، هذا كلهن كبر. بعد هجوم عندي فوق، هجوم جامد شكله، ابى اشوف وايد هجوم من هني، والدفاع قام ينضرب من قوة الهجوم. انا عندي دفاع ينضرب من قوة الهجوم، في ريبيركت هيا يصلحون. اوكي لا الصراحة وضع خطر حاليا، وضع خطر، خطر من خاطر. انزين حطي هذا هني، هذا هني، هني وهذا هني. هل
الحلقة شوي بتطول شكله، بس لوازم البناء مهمة، لوازم البناء وايد مهمة. انزل، نحن محتاجين هاي اللي ندخل عليهم شو؟ كوبر. انزل هاي كله كوبر. اوكي الكترونيك سيركت تيوب ولا مثلا الكترونيك سيركت ولا شيء ثاني. هاي لحظة خلنا نشيلها من هني. سوري يبغالنا بعد سبلتر صغير. هذا خلهم يجون ماله. اساس ينتجون لنا منو؟ تعال ليش ما عندك كهرباء؟ خطط التعبان هذا زين وكيف يا سغلط على مخططاتي تراني. المهم ندخلهم كلهم. لا ما بي مو من نفس المكان. هذا الانتاج ماله بيعقه هني، هذا الانتاج ماله بيعقه هني. ايرون بليت لازم يدخل هني. سوري سمين مضيعنا بس اوكي لانهم نفس المكان تقريبا فما صرنا بعيد يعني ف امورها طيبه. زين زين وهني يبالنا شو؟ انا بحط اندر جراوند لود. سووا له ريبير المكان. هي سووا له ريبير نايس. حلو حلو دام مشغلين ريبير في المكان امورهم طيبه. هم شيء ريبير كيتس وقاعد يصلحون الجدران لانه هاي القراب وايد. ليش وايد قريبين من عندنا هاي؟ وايدين بعد وايدين. بنوصل عندهم مرحلة من المراحل عادي يعني. هم قضية أصلا. وصل عندهم. نزي. خليه يبنون هذا. يا الله مبطئهم. الحين بسوي البلو ريسيرش إذا بسوي لهم سبيد ترى. بس يسرع العملية مالتنا كلها. بس بعد أسرع من إني أنا أحطي القطع قطعة قطعة ترى. ما أخذ راحته صح؟ إنزين. الحين بدينا نتكلم. بس لحظة. هذا مو باهني. هذا الانتاج هني انا. اوكي. استوى عنا جرين سيركت ثاني. فيري نايس. جرين سيركت بيفتح لنا خط انه نسوي هذا. باختصار. بس لا اكثر ولا اقل. هذا اللي ماخذين حق الجرين سيركت نحن حاليا. فشو بسوي؟ لان هذا يبى شغلات جاهزة. يبى ايرون بليت. يبقى ايرون جير. انزين يعني
نبغى واحد من هذا، واحد من هذا، وعنده واحد من هذا. زين خلنا نسوي سبريتر هني. زين خلهم يجيبون. زين ايرون بليت، ايرون جير، ممكن حتى تعرفون شو اسوي بالطريقة هاي. اثنين ليش؟ لان هذا شوفوا الايرون جير كم يباله، تحسبوها نص ثانية حلو، وهذا كم يباله؟ لا نص ثانية بعد، مو بيطول. لا لا حق الواحد واحد وحقي. قلت اول شيء شو بسوي؟ حطي مفصولين بس شكله ما ينفع. نحطي مش افضل طريقة ومش اكثر طريقة عملية، لكن طريقة ممتازة. حقي هني نشيل هاي المهني، بعد نفس المكان. هجوم شرس هني على فكرة، وايد شرس، وايد هجوم جامد، هجوم مرعب. انا اشوف الصراحة هذا بالنيبة هني وبالنيبة لنا سبلتر مني. اخذنا ايرون بليت من هني، نطلع الماشينز اسمبلي ماشينز من وين؟ من هني. لحظة انا ابا هاتولي انا امية. انزل هني والماشينز هني، حطي كهرباء طبعا. حطينا كهرباء زين، وهاي القطعة اللي هني ركبها بالطريقة هاي اساس. شل هاي اوفر قطعة، هذا بيسوي لنا الجير هني، وهذا بيسوي لنا اول ماشين. سوي له كوبي بيست هنا. شوفوا يمكن شوي 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 يلعبوسكم تكتيكه، لكن شو بيسوي؟ بيريحكم عقب. ليش؟ لان هذا ما انا باكثر من 100 وايد بعد 2 ستاكس بس كفايه وزياده. وتحت على طول هنا شو بنسوي؟ بنسوي النكست ماشين اللي هو هذا اساس. شو نوفر وقت بس النكست ماشين شو يباله؟ نفس الشيء انا بمد نمد نفس الخط هذا بالإضافة إلى خط ثاني بس ما يبغى له شيء، يعني ما يبغى له شيء بس بيكون تو لاينز بدل ما يكون ون لاين. يعني اللي هو الايرون جير بنسوي فرش حقه، لأن كل واحد يحتاج ون ايرون جير. حتى ألف هذا من هني ولا ألفه بطريقة إني أسوي كومباكت تريس. شو ناقصنا؟ تنتورتس انجيج وذ انمي بروتكتس مثلا. ليش صلحتوهم؟ هي صلحوهم مساكين والله ما قصروا. خلنا نسوي لنا لايت ارمر. ريسيرش الجيش شو يباله؟ لحظة بلو برنتس خلنا نشوف ريسيرش مال الجيش. يبقى لها هاي الانسرترز ميليتري باك، يبقى لها لونج انسرترز على فكرة بعد غير الانسرترز الثانيات. نسوي هنا هاي العاديات، في عندي جروب ثاني بعد ممكن نستفيد منه.
اللي هو هايل، بس انا ما بستعملهم، استعمل هايل. هذا الصراحة شكله ممتاز، بس يبالي لونج هاند سرترز بعد تحطين في الانتاج وخلاص. انزين الحين احنا عندنا هذا في الانتاج، هذا موجود في الانتاج، ما يبالي المفروض نص ثاني من يحصل سامانة، بس يبى وايد سامان يعني. وشو بسوي؟ ندبل، لا انت ما تبى اثنين، انت تبى اثنين. ندبل الانتاج، المفروض اثنين حتى الواحد اصلا، نبى وايد جيرز. لكن بس السرعة هاي كافية، مو محتاج انا سرعة خرافية، محتاج انه يكون شو متوفر اكثر من انه يكون راعي سرعة خرافية. بس هذه لوازم البنا قاعدين نحن الحين ناس نشتغل عليها، فبكمل لكم اياها ان شاء الله في الحلقة الجاية، لان هالحلقة وايد طولت وما بطولها عليكم اكثر من هاي، فبنكمل باقي الامور في الحلقة الجاية ان شاء الله.